إيهاب، خلينا نخش في الحديث العالم الحقيقة في الفترة اللي فاتت خلال اليومين اللي فاتوا عن أزمة محمد صلاح ويورجن كلوب والكواليس اللي حصلت والأحداث السريعة جدا اللي ما بعد المباراة، سواء على السوشيال ميديا على الصحف الإنجليزية خاصة وصحف العالم. عايز شفت ده إزاي وبتحلل الموقف ده إزاي؟ طيب مبدئيا يا كابتن، انا يعني مش عارف رايي قد انا شايف ان اللي الطرفين مخطئين، الطرفين محمد صلاح لديه جانب من الخطا، يورجن كلوب لديه جانب من الخطا. اولا انا كمدرب كبير في فرقه كبيره زي دي وبنافس على الدوري خلاص في المراحل الاخيره الكام جوله الاخرانيين عندي، مش ممكن ان انا اقعد محمد صلاح، مش ممكن اقعد هداف الفريق اللي في كل المواقف عندي، والجماهير كلها الجماهير نفسها كانت بتهتف في المدرجات عايزه وعايزه صلاح، وشايلين لافتات في ماتش حتى واستهام ده اللي شفناه بعض اللافتات ورث صلاح ومش من بدايه المباراه، لان دي كانت المره الثانيه او الثالثه تقريبا اللي يدفع بيه كبديل صحيح. في الخمس ست مباريات الاخيره. فده طبعا مش منطقي مع نجم حضرتك عارف كله في العالم كله بحجم محمد صلاح. محمد صلاح هو فرقة ليفربول، الهداف بتاعها، اللاعب رقم واحد، التسويق بتاع الفرقة، كل حاجة رقم صلاح. محمد صلاح هو في التوب وهو في والحقيقه لما الانتر بينزل بتاعها بيعمل الفارق، يعني بالظبط كل كده الناس شايفه دوت وعارفه، ويورجن كلوب اكيد متاكد ان محمد صلاح بيعمل الفارق على مستوى بالظبط. الهجوم. فده جانب من الخطأ عند يورجن كلوب ان انت لعيب زي ده ركنه مش مهتم بيه. الجانب الثاني المشادة اللي حصلت على الخط بين صلاح، ودي من غير صلاح انه عايز يلعب اللي شفناها على الخط، يعني وفقا لتقارير انجليزيه اللي اتقال ان هو البدايه كان يورجن كلوب زي ما تابعنا مش عارف لو الناس عارفه التفصيله مد ايده صلاح ما شافوش، كان حامل مظبوط اللي حامل مظبوط اللوحه الالكترونيه بينهم ما خدش مظبوط باله منه، فصلاح مكمل وده مد ايده. بعد ما الراجل عدى راح له تاني فصلاح سلم عليه. طبيعي ان انا اسلم عليك ككوتش بشكل فاتر، يعني هو سلم عليه حتى بشكل كده زي ما شفناه، شكل ما فيهوش اي سلام، سلام بلا روح زي ما بنقول كده. مظبوط فالتاني اتكلم معاه، ده خطأ كبير انت ككوتش في الوقت ده وفرقتك مغلوبه وفي الفتره دي وانت محتاج تكسب، خلاص انا بعدين في الغرف المغلقه انا هتكلم هاخد صلاح وكذا وانت سلمت كذا، انما هو وقف اتكلم معاه وجابه قارئ ويمكن شفاه. اللقطة دي اللي انت بتقول عليها كانت الامور واضحة جدا وهادية جدا حتى في السلام، سلام فاتر، مش زي ما متعودين بالظبط يورجن كلوب انه دايما بيحضن ياخد اللعيبة صلاح بالحضن ويشد حيلك وينزل، بالظبط يعني الحاجات النفسية اللي كان بيتعامل بيها ما كانتش موجودة. لكن هو في كلام اتقال لمحمد صلاح خلاه يطلع عن شعوره على الخط، وده برضو لازم نتكلم بكل امانة، ده برضو خطأ من محمد صلاح، ان مهما الكلام اللي اتقال ليك على الخط من يورجن كلوب، يعني المدير الفني برضو مدير فني، انك تخرج عن شعورك في الجزئيه ديت وترد عليه ويجي نونز يبقى في تقريبا يعني بيحاول يمنعك انك تروح له، دي لقطه مش ظريفه. لكن الطبيعي جدا زي ما انت بتقول الاثنين اخطاوا، لكن ده كان الموقف في يعني في اللي الناس شافته. بعد المباراه كان في المؤتمر الصحفي بيسالوا يورجن كلوب ايه الموقف، ايه اللي اتقال مع محمد صلاح، قال انا قعدت معاه والدنيا ما فيهاش مشاكل، يعني بالمختصر المفيد قال الموضوع انتهى في غرفة الملابس غرفة وصلاح الملابس. لكن سألوه محمد صلاح وهو خارج في الممر قال لو اتكلمت الأمور هتشتعل. الأمور هتشتعل هي برضو في تأويل ليها كتير، تأويل للجملة اللي قالها هو صلاح كان قاصد وفقا ل يعني حاجات اتكتبت النهارده وفي الساعات اللي فاتت انه قاصد ان انا مش عايز اتكلم في الموضوع، لان لو اتكلم زي ما حضرتك عارف والاعلام وخده فالامور هتتصاعد، لان يقال بقارئ شفاه جابته صحيفه ذا اتلتيك تقريبا النهارده ويقرا شفاه اللي كان بيتقال ايه، لان ما حدش عارف ايه اللي اتقال اللي اغضب صلاح للدرجه دي. فقال لك ان صلاح ان يورجن كلوب تقريبا قال له حاجه في سكه يعني زي ما بنقول انت تسلم بالطريقه دي ازاي، ارجعك تاني على الدكه لو مش عايز تنزل، هم قرأوا الشفاه مش عايز تنزل ال 10 دقائق دول تكهنات بقى باللي اتقال يعني. ارجعك، ما هو اللي جايبين قارئ شفاه. فحتى قال له ان صلاح رد عليه قال له انت هتخلينا اطرد لاول مره من 7 سنين، هتخلينا اطرد لأول مرة من 7 سنين، لأن كان هيبقى ليه رد فعل حاد طبعا عليه على المدرب وهتشافه حجم بقى هينزل أو هنزل تأويلها أنا هنزل الملعب منفعل هنزل أعمل إيه ممكن أعمل حاجة. فهو حتى الرد يعني، هو قارئ الفكرة اطرد من النادي ولا اطرد من الملعب؟ ما هو السؤال بقى برضو، يعني لو هو تجاوز مع لا يوجن كلوب كان ممكن إدارة ليفربول تاخد قرار. لم يتم تفسيرها، قال له لا انت هتخليني، لا ده قال له البطاقه الحمراء ما قالوش كمان قال له هتخليني احصل على بطاقه حمراء يبقى في الملعب. لاول مره من 7 سنين، لان احنا عارفين ان صلاح من ساعه ما انضم في 2017 7 مواسم لم يحصل على بطاقه حمراء. في اي مباراه محليه اوروبيه لم يحصل على بطاقه حمراء، حصل على 10 بطاقات صفراء خلال مسيرته كلها مع ليفربول في كل المباريات ولكن لم يحصل على اي طرد خلال مشواره.
هنا اللي عايزين نقف عنده ان برضو الحاله دي يا كابتن بتبين لك صلاح الاسترس اللي عليه والضغوط اللي عليه في الفتره دي، اكيد في ضغوط اللي خلته انه يوصل للمرحله دي، ان هو صلاح دايما عليه اللي سبوتو عليه الضوء، ان كله بيتكلم طب انت ايه، طب قاعد انت ماشي، لا ده ماشي من ليفربول، ده هيجدد، ده عرض سعودي، ده ملايين، ده كذا. يجي في الوقت ده كله كمان اي تراجع للنتائج دايما النجم وحركه تلعيب كره بيشيل، بيشيل جزء منها طبعا، دايما النجم بيشيل، فالجماهير كلها برضه محمله صلاح، الفرقه خلاص. حتى الجماهير في مصر مش جماهير، او حتى خلي بالك كمان محمد صلاح كان متوقع انه ينزل بدري شويه، يعني انت بتنزلني في الدقيقه 70 وبعدين الباد لك كمان ان هو نازل وبعد جون التعادل بتاع ويست هام، فالدنيا بالنسبه له بقت صعبه، يعني حتى على مستوى انه ينزل ويغير المباراه، يعني لو نازل والليفربول كسبان 2-1 كان ممكن جدا يعني يبقى الاداء بالنسبه له اسهل، يبقى فيه مساحه اكتر شويه، لكن الحقيقه زي ما اقول حضرتك انا كنت بقول في اول الكلام الفرقه مغلوبه، لان التعادل ده بالنسبه لفرقه ليفربول 2-2 في المباراه دي هو هزيمه. لا طبعا انا خدت نقطه زي خسرت طبعا في ظل الصراع المشتعل. وكمان لازم نضع في الاعتبار الموسم الصفري، انا بعتبره خلاص موسم صفري. تخيل يا كابتن انت من القمه الى القاع، بعد ما كان ليفربول بينافس السنه دي على 4 بطولات محليه وقاريه هو بينافس فيهم كلهم، موجود في الكاس، خرج دوري ابطال اوروبا الدوري الاوروبي اليوروبا ليج، خرج بشكل غريب قدام فرقه تورينو اللي نتائجها متراجعه جدا، قدام اتلانتا اللي نتائجها متراجعه جدا في الدوري الايطالي في الفتره الاخيره، برضه خرج وودع البطوله، كان الامل الاخير ليهم خلاص الدوري، الدوري خلاص كده يعني بخ خلاص ما فيش حاجه، بح السنه دي كده دوري، فموسم صفري. انك دايما كلاعب كوره في حجم محمد صلاح كان بيتطلع الموسم ده انه ينافس على البالون دور والكره الذهبيه وحلمه الكبير في السن ده ان هو يلعب عليها الموسم ده، كان كله خلاص بيقول لك السنه دي لو صلاح خد الدوري الانجليزي وخد اليوروبا ليج وعمل حاجه مع مصر ووصلوا كاس العالم اهو ان شاء الله يقبل الانجاز، كانت كل السبل في ظل اعتزال كمان او يعني مش عايز اعتزال ابتعادهم هو اعتزال خلاص، واحد في السعوديه واحد في امريكا بعيد عن دايره الضوء، ومبابي ما بيعملش الحاجات برضو الاوفر ان هو ياخد بطوله كبيره، وان كان قرب السنه دي لسه هنتكلم عليه قرب كتير من بطوله كبيره السنه دي، فكانت الظروف مهيئه. محمد صلاح كان يمني النفس ان ممكن الموسم ده احلامه بتقترب، ولكن فجاه من القمه الى لا شيء. انا متفق معاك تماما، وزي ما بقول يمكن محمد صلاح في ظل هذه الضغوط الكبيره جدا جدا، وفي ظل ان موسم صفر زي ما بيقول ايهاب، ان ليفربول خرج تقريبا من كل البطولات اللي كان بينافس عليها، لكن خلينا كمان نشوف ارقام محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول. الحقيقه لما هنبص على الارقام هنلاقي ان محمد صلاح كمان عامل ريكورد وعامل ارقام كبيره جدا جدا، يعني لو فريق الاعداد ينزل لنا الارقام، لان في جانب طبعا على الجانب الفني بنتكلم ان محمد صلاح قدام حضراتكم هو في تقريبا افضل لاعب في الموسم دوت، او خد افضل لاعب في الاسبوع لخمس اسابيع، خمس مرات لعب 29 مباراه، احرز 17 هدف 5 منهم ركلات جزاء، واهدر ركلتين جزاء، متوسط التسجيل هدف كل 133 دقيقه، متوسط المحاولات على المرمى بتتكلم 4 منهم 3 على القائم والعارضه، والفرص المؤكده 14 فرصه مهدره، أرقام كلها كبيرة جدا جدا، أهداف من داخل المنطقة 16، من خارج المنطقة هدف واحد، صناعة الأهداف 9، صناعة الفرص المؤكدة 21، ده رقم كبير جدا جدا، طبعا مع التمريرات مع متوسط استخلاص الكرات والمراوغات، الحقيقة المتوسط المراوغات يمكن نسبة قليلة جدا جدا ضعيفة عن المواسم السابقة، ولكن الحقيقة إيهاب لو بنتكلم على الجزء اللي انت بتقول عليه ان يورجن كلوب غلط انه مقعد صلاح على الدكه في مباراه مصيريه زي ديت، فبالتالي الارقام كمان بتايدك، لان ارقام محمد صلاح الحقيقه ارقام قويه جدا مع موسم مش هقول متوسط للليبر، لكن موسم ما بين الصعود والهبوط، يعني في مستويات طالعه ونازله. يا ريت يا كابتن المباراه محمد صلاح الأخيرة. عامل ارقام كبيره يعني. يا ريت المباراه الاخيره زي ما حضرتك بتقول لك ده كذا مباراه ركنوا او بيدفع فيه بديل في ظل صراع كمان كبير لمحمد صلاح الهداف اللي كان قريب جدا واللي ركب القمه في كذا وقت من الموسم، كان طلع القمه لغايه دلوقتي على فكره قريب من يعني محمد صلاح اعتقد كام 17 هدف بتتكلم هالاند 21 فكان يعني بيقرب قوي يا كابتن، فكل ده بيأثر عليه. انت لو اتكلمت على الموسم كمان بره الدوري الانجليزي، محمد صلاح بشكل عام الموسم ده لعب 41 مباراه،
41 مباراة في كل البطولات. في كل البطولات مع فرقة ليفربول سجل خلالهم كام هدف؟ 24 هدف وعامل 13 اسيست لهدف، 13 فرصة هدف. دي ارقام بالنسبه يعني انا مش هبص زي ما حضرتك قلت كانت اعلى السنين اللي فاتت، مش هبص لمراوغات، مش هبص لاستخلاص كوره، انا شغلتي محمد صلاح جناح مهاجم فرويد. راجل بيلعب في معظم الاوقات مهاجم، شغلته يجيب اجوال. الارقام دي بالنسبه لمهاجم دي ارقام متميزه، متميزه جدا كمان. وانك تحافظ على الليفل ده او المستوى ده لعده مواسم متتاليه